أما هلا سلمى وصلنا لمحطتنا الجميلة جدا، لنحكي عن موضوع كتير حلو عن المحبة والعطاء، لنحكي عن قصة يمكن دجت فيها مواقع التواصل والسوشيال ميديا بشكل كتير كبير، عن اثنين عرسان تزوجوا في دار الرعاية. قديش حلو اليوم نشوف هاي الصورة، يمكن الحب ما بيعرف عمر، المحبة والعطاء ما أنا مرتبطة لا بزمان ولا بمكان، هي خلص بس هيك تنوجد فجأة بتلاقي القصة اختلفت. صحيح نور، يمكن كتير سمعنا عن أبطال قصتنا لليوم، كتير سمعنا على السوشيال ميديا ناس غارت من هذا الموضوع، الشباب الصغار غاروا، وفي ناس قالوا معقول رغم هذا السن ورغم أنه هن موجودين بدار رعاية إلا أنه هن أخذوا هاي الخطوة. الحقيقة أول ما شفنا الصور كانت المحبة واضحة، سمعنا شوية مقتطفات أحاديث من بعض اللقاءات اللي انعملت مع ضيوفنا، ويمكن الشام والقهوة جمعتهم، وهي التفاصيل أكثر رح نتعرف عليها أكثر مع ضيوفنا لليوم. خلينا نرحب سوا بداية بالعرسان الأستاذ ميشيل معصب والمدام نيلي زيفيتا نوفا أتاناسوفا، مزبوط الاسم؟ مزبوط مزبوط. وأيضا الأستاذ نبيل مدري وهو رئيس مجلس إدارة جمعية القديس غريغوريوس، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، وأول شيء نقول لكم ألف مبروك، وقديش هيك زرعتوا يمكن فرحه وسعاده بقلوبنا اليوم. يمكن انتم بتترجموا قديش الحياه رغم كل الظروف بالشام وبسوريا حلوه. خلينا نحكي اول شيء للعرسان، نعرف عنكم شوي اكثر للناس، لانه يعني ضجت السوشيال ميديا بصوركم وقصصكم، فخلينا نعرف بعض التفاصيل منكم. شو بتريدي تعرفي؟ كيف بلشت القصه؟ القصه بلشت انا اجيت ادار و على أساس في مطعم في أخوة، وأنا جيت ما شنطايتي لبسي وبس بدي شرب ماي، ما في كاسة، ما شفت غير واحد وراي، يعني شرب في مدام طلعت هيك شخص غريب قال أنا مرحبا أنا أستاذ ميشيل. أهلين أستاذ ميشيل وشكرا. انت بلشت معناته دغري. هو جاري نكبيلي بنعطنا مترين بعيدة، مسافة كتير كبيرة كيلومترين. مهم بدي شرب أخوي، أنا ما بقدر من دون أخوي لأنه أنا موظفة من 30 سنة اشتغلت بالدولة هون وببلدي. تودت أخوي مثل نفس. قال لي لحظة مدام هلا بدي شوي بتشرب يا أخوي. راح بعد شوي دق تن تن، تفضلي مدام. انا شو فكرت بده ياخذني على المطعم، خضرت خالي فتح باب لغرفه نكبيلي قال لي شرفي. طلعت غرفه نوم قلت له نعم. قال ايه مدام هلا بيلك، تفضلي تفضلي. شفت شغله غريبه، شعل هيك لونه على ازرق شيء على ابيض. قلت له شو هاي؟ قال لي بابورا سبيرتو. اسبيرتو قال هون ما في مدام، ما في غنين غاز في مطبخ وكل شيء موجود، بس بيخافوا إدارة، بيخاف على المسلمين ما يصير لهم شيء، مشان دول ما بيشغلوا غنينة غاز. قلت له ايه عادت، بس عادت مثل تختي في غبر. اول مره شخص غريب ما بعرفه بغرفة نوم تبعه. سكتت. ثاني يوم صبح نفس الشيء، نفس القصة. ايه شربت، قلت له شكرا وراحت. بعد دخل كمان كرم اخلاق منه عازمني، خسيت حالي صار تقيلة. سكتت ما حكيت شيء ما بعرفه، استاذ مدام. ايه ثالث يوم اجى كمان قلت له لهون وبس يا استاذ، شو فهمنا كل شيء منك، انا بجيب اخوي وبلشنا. فكرت بدي اشتري بابور، قال لي لا 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 خطر لحياتك. تاري مو خطر لحياتي، هو ما بده يستغني عني. انا ما فهمت. ايه بلشنا نشرب اخوي، صار انا ما بعرف كسا كثير، صار عندي ملتزمات بدي اشتري، صار عم بياخذني بيجيبني دغري ما بتحكي ولا كلمه، انا تحت تصرفاتك مثل ما بدك. انا لقيت بلشت القصه. شو المحبه هي استاذ؟ ايه من اول نظره، بس ما اعترف ما اعترف. مهم ما اعترف ما اعترف لهلا، ما قالني كلمه انا بحبك بعد كل هال كل هالدنيا ضاجه ولهلا ما اعترفت. استاذ لا قالني هلا بدك تعترف عنا على هالشيء؟ لا لا قالني بس انت غالي علي وبس.
انا خسيت في شيء معجب بس عملت حالي عم بتنش هو مشان احسن من الكلام. ايه يعني اذا مرداني بيعملني شاي وبيقعد جنبي هو بترجم حبه لافعال. لا بيقول لا انت غالي علينا مو علي علينا للمجتمع كله. هو قصده عيونه وقلبه روحه غاليه على كل هدول. هاي قصتنا وصار محبه واول شيء صار احترام بعدين معجب بعدين محبه واخيرا الله يديمها يا رب حاتم اخيرا جوزنا. الف مبروك. شكرا لكم استاذ نبيل. يعني مثل ما بلشت مدام نيلي يعني الدار هي موجوده صار لها عمر طبعا ودار مهمه جدا. خلينا نحكي نعرف اكثر الناس عنا وعن جمعيه القديس غريغوريوس وبعدين رح نرجع نبلش عن التفاصيل اللي اشتركتوا فيها مع العرسان. يسعد صباحكم. هلا جمعيه القديس غريغوريوس هي جمعيه عريقه عمرها 110 سنين حتى تجاوزت 110 سنين. بلشت خدماتها للأيتام تعليم بعدين ضاف الخدمات دار للمسنين من سنة 58 تعمرت دار المسنين دار الأولاد سنة 28 وظلت تستمر بخدماتها وطورت خدماتها وصار في بناء جديد لدار رعاية المسنين سميناها دار رعاية من زمان كانوا يقولوا مأوى. احنا كلها لغينا هالمصطلحات كلها لغينا كلمة عجزة لا كبار السن دار رعاية لكبار السن اللي عم يجوا عم نحاول نخليهم كأنه عايشين بعيلة ببيتهم. نحن مجلس إدارة وأعضاء الجمعية متطوعين نقدم خدماتنا بدون مقابل لمحبة الدار لعمل الاجتماعي للخدمة الخير. في عنا أيتام كمان مقيمين في إلون دار خصوصي منقوم بخدماتهم كاملة ودار للمسنين منقوم بخدماتهم كاملة هن المقيمين. في لجان مختصة بتهتم بنشاطاتهم بمتطلباتهم شو بيحبوا شو بيريدوا بتعمل لهم برنامج نشاطات كاملة تيحسوا حالهم إنه هن لساعتهم مرتبطين بالمجتمع يقربوا من بعض. هالنشاطات اللي عم بتصير بتقربوا من بعض. طبعاً في منهم مثلاً بيبقى عندهم أطباع خاصة مثلاً مثل ميشيل ونيلي هن ونسين هن مهضومين بيعملوا جو وهذا اللي خلاهم يقربوا من بعض يعني. وكانوا خطوة كتير حلوة يعني والدار اهتمت فيها الجمعية كلها اهتمت فيها وحاولنا أنه يكون عرسهم مميز لأنه هن مميزين. أكيد. شكراً أستاذ. أكيد نحن سعيدين بوجودكم وشي اللي عم تعملوه فعلياً من خلال إذا بنقول الجمعية أو الدار شيء كتير حلو اليوم لما يتمثل دار الرعاية مثل البيت. يمكن هذا أحلى شيء اليوم لأي شخص بيدخله بيكون حاسس نوعاً ما بالغربة. أنتوا لا بتحضنوه كأنه بين عيلته كأنه ببيته. رح نرجع على الأستاذ ميشيل ونحكي فعلياً يمكن لما نقول رجل في سن السبعين ياخد قرار الزواج هلأ الناس بتلاقي خايفة شوي ومترددة الشباب قديش بتلاقي فيه مسؤولية صعوبة. فخلينا نحكي عن هيدا القرار وشو اللي شفته بالست نيلي لقيته لا هي هي شريكة حياتك يعني ووقت كتير قصير فعليا وفورا تزوجته. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بي. الست نيلي هي الحقيقة يعني متواضعة جدا فما عرفت عن نفسها بشكل جيد فأنا اللي هعرفكم عليها منين. فهي أولا من خلال أحاديثها معي بعد ما صرنا نشرب قهوة مثل ما حكيت حكت لي أنه بدفعتها بالبكالوريا طلعت الأولى على بلغاريا. هي من عائلة عريقة جدا وأبوها كان وزير المالية ببلغاريا. مزبوط. بتلمسي تماما هالشيء اللي حكيته من خلال تعاملك معها. فهي فعلا ذكية جدا ولكن عندها جوانب إنسانية رائعة. وهي أولا حنونة جدا وطيبة جدا و
ومهضومه جدا. واضح. الله يخليك. حلوه المحبه، حلوه كيف عم تعبر عن هي المحبه بوصفك طبعا. لا بس هيك بس هيك. طبعا مدام نيلي، يعني خلينا نحكي شوي اليوم بهي الظروف، في كثير ناس بتخاف عن جد تاخذ خطوه الزواج، في ناس بتخاف من المستقبل، في ناس بتخاف من شو رح يصير. اليوم حضرتك لك تجربه وعندك اولاد بالخارج، والاستاذ ميشيل نفس الشيء. مزبوط. عنده تجربه وله يعني اولاده بالخارج، وحضرتك ارمله وهو ارمل. اليوم هي الحياه، ما خفتوا انه انا كيف ممكن الناس تطلع شو ممكن يحكوا؟ لا ما خفت، بالعكس فكرت كثير وكررت احسن ما اعيش لحالي بين اربع حيطان وبس يصير 8:30 بليل كله حولي بيطفي، كله اخر قاعده مع زوجته واولاده، وانا بدي لاقي شريك يونسني ويخص في جنبي شخص ينفس وبيعطيني محبه وامل بحياه. الله يخليكم. هاي كثير مهم، لانه شخص عايش وحيد كثير بشع وكثير صعب، وما عندي كلام وصف لك قديش بتخسي حالك انت برات دنيا. اجا هو مثل اجا شمس بيعني غير لك حياتك. ها انت عم تتغزل. لا ما بتغزل. بس انا عبرت عن حكى الشيء اللي بدي اياه من خلال البوكيه الورد اللي قدمته بالعرس. كنا عم نشوف مقتطفات ولقطات. هلا رح نشوف البوكيه لوحده. بس في لوحه كتبتها انا كثير عبرت فيها شغلات حلوه، فقلت فيها انه الحياه حلوه والحب فاكهتها. والحب لا يعرف لا مكان ولا زمان. صحيح. وبالسفل كتبت الى حبيبتي التي سامضي معها المحطه الاخيره في حياتي. الله يخليكم لبعض. وما بتتخيلوا قديش هيك هي الفرحه اللي زرعتوها بقلوب الناس لما عم تحضر صوركم وعم تسمع قصصكم، وهلا يمكن ضفتوا لمسه من السعاده والفرح على الاستديو وعلى كل الموجودين. استاذ نبيل قديه كثير حلو هي المحبه والعطاء لما تترجم على الارض، وقديش يمكن فعليا بتلخص يعني الانسان ككيان. اليوم الحب ما بيعرف لا مكان لا زمان لا عمر ولا وقت. اكيد. هلا اول ما بدهم ياخذوا هالخطوه، نحن بالجمعيه حسينا انه في استلطاف بيناتهم، طبعا ما كنا فاكرين رح تتطور الامور. ولا انا اخذوا الخطوه اجوا لعندي انه نحن بدنا نساوي هيك، خافوا انه الدار او الجمعيه ما توافق انه تيعرفوا شو يتصرفوا. بالعكس الجمعيه كثير انبسطت، ونحن بحاجه لفرح دائما يعني. اكيد. صحيح. الجو الجمعيه كله تغير، جو نزلاء دار المسنين كله تغير، تحسي كله صار يهتم، صار نفسيته احلى. صحيح. كل واحد يعني بالداريس كله صار في جو. صافوا انه يتعرف الدار. فتحتوا باب هلا؟ نحن بالعكس ندعم كل خطوه فيها فرح فيها حب. اكيد. بالعكس بنعكس هذا الشيء على الكل يعني. خطوة حلوة ونحن كنا بالجمعية أيدناها. أيوة والله. وأستاذ نبيل وافي جمنا، يعني إذا أبي ما وافت معي هيك، إذا أبي واخلي ما وافوا، ما مددوا إيده مثل ما إيده هو. هو كثير ساعدنا كثير كثير يعني بكفي ابتسامته حلوة. أستاذ نبيل نقص كلمة بحديثه كان لازم يقولها، نحن مو بس أيدناها دعمناها. صحيح. الدعم اللي شفناه منه الحقيقة منقطع نظير. أكيد. لهيك اليوم حبينا يكون معنا كمان الأستاذ نبيل ضمن اللقاء لحتى هو تواضع منه. هو تعش راسنا، تعش لكل المسلمين، وكله بس يشوفه ابتسامته ما بتنزل من وجهه، وكل واحدة بيحكي يا هيك رجال يا بلاء. يعني حلو انه هي العائله كمان يمكن في معلومه انه انتم كلكم متطوعين ضمن يعني حضرتك لك شغلك الخاص برا الجمعيه، وكل اعضاء الجمعيه لهم شغلهم الخاص. كل اعضاء الجمعيه عندهم اعمالهم اعمالهم، وهو كله عمل تطوعي بخصصوا وقت خصوصي للجمعيه. اللي عنده وقت اكثر بيعطي اكثر، وكله بحب يعطي اكثر كمان بس حسب الظروف والاعمال. صحيح. اللي عنده. صحيح. اكيد. والجمعيه يعني بدها تستمر صار لها كل هالعمر وعم تقدم كل الخدمات،
وقدمت خدمات كتير حلوة عم تعمل وتوجت الخدمات بهالفرحة بهالزواج هذا. أكيد أكيد نحن سعيدين بوجودكم، وقديش مهم فعليا نشوف هيدا العطاء وهي المحبة، وقديش اليوم لما نقول دار مسنين يعني أي حدا ممكن يسمع هي الجملة بتلاقي ممكن يشعر بالألم بالحزن يغص بخليط من المشاعر. أنتوا ترجمتوا الشيء على أرض الواقع بطريقة مختلفة، عم نحكي عن دار مسنين هو في محبة وعطاء، في حياة أخرى هو مثل البيت نحن عايشين، راحة. عم نحكي دار راحة. يعني أنتوا مثلتوا فعليا ترجمتوا الصورة الحقيقية. نتمنى كل دور الرعاية تكون فعليا نفس هي الصورة فعليا وترجم على أرض الواقع. لما نقول مسن دخل للدار ففعليا هو وحيد، هون لا عم نشوف عيلة، عم نشوف كمان عيلة جديدة يعني مستمرة. كبرت العيلة عنده. صحيح. صاروا كلهم عيلتهم، يعني بتحسي الفرح مع بقية نزلاء الدار مبسوطين فيهم وبيهتموا فيهم كأنه شيء خاص بعيلتهم. صغار أصغر مني أخواتي أولادي في صغار. أولادك كيف كان تقبل الموضوع أولادك؟ إيه بكل أولادي قالوا لي مامي هنا برا صح؟ إيه نحن بنعرف شو أنتي وبنعرف أي خطوة أنتي بتدرسي أمليك شو بتكرري انتي نحن موافقين دعموكم. ايه وقالوا لي الف الف مبروك وزعلوا ليش عملت خون عرس. كان ولادي بتمنى عمله ببيروت مشان يجوا يخدروا انيك عنده الشغل بيقدروا يجوا. أستاذ ميشيل ضغط علي لا هلا هلا شو بنستنى هلا استنى ما بقى ملم بيستغل كل وحده. انا كان فكر شخر صعبة هلا لا شو صعبة ضمن التخر كثير. كمان احنا بدنا نرجع لكم الف مبروك مره ثانيه، بنتمنى لكم التوفيق وسعيدين بوجودكم. اذا حابين بالختام تضيفوا كلمه اخيره استاذ نبيل او العرسان تفضل احكي ميشو. أنا في الختام بتشكركم على هاللقاء الجميل وعلى المبادرة الحلوة من المحطة الإخبارية السورية، وبقلكم الله يبارك فيكم. شكرا شكرا. وأنا شكرا. بدي أشكر لجمعية دار غريغوريوس الله يطول بعمره ودعله مثل ما إنه النفسية حلوة وطخين شفافين وبيعطوا لدرجة ما بتصوري كرم عم بيشرشر منه من كتر ملاخ ما كل مو بس معي وميشيل ما كل زملائي والله يطول بعمره ويعطيهم ساخة وساخة وساخة إن شاء الله يا رب. تفضل. يعطيكم العافية. شكرا للتلفزيون الإخبارية السورية لاهتمامه توجيه الضوء على الحدث الحلو وعلى الجمعية. أتمنى يصير في اهتمام أكثر بأعمال الجمعية وشو الحاجات تبعها وشو الصعوبات اللي عندها لنقدر نستمر بتقديم خدماتنا إن كان للأولاد الأيتام أو لكبار السن. ونحن بالجمعية يعني أخذنا سياسة من زمان كانوا يقولوا دار عجزة. أول الخطوات كانت إلغاء المصطلح أو مأوى عجزة كان لغيناها سميناها دار رعاية لكبار السن. هلأ عنا أولاد كمان الأيتام نهتم فيهم خدماتهم كاملة نخليهم يحسوا كأنهم مع عائلتهم، شو بدون رياضة شو بدون موسيقى شو بدون أي شيء. نفس الشيء بالنسبة للمسنين يعني خليهم يحسوا كأنه هن قاعدين ببيتهم. يعطيكم ألف عافية. والموجودين هن عائلتهم ونحن عائلتهم. أكيد شكرا لكم. تعقيب على الأستاذ نبيل أنه نحن وقت عملنا الحفلة بالمطعم والغداء ومشكورين على كل شيء قدموه ما عزمنا من أهليتنا إلا يعني الأساسيات. أما المدعوين كلهم أهل الدار. أكيد بدنا نشكر الكل، نتمنى لكم السعادة والهنا مثل ما بيقولوا. ولكم كمان. شكرا شكرا لكم. وهي أحلى رسالة اليوم كانت. نورتونا. ما دام هو موجود فهو ما بيعرف لا وقت ولا عمر ولا زمان ولا مكان. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.